عيسى، كنا متفائلين اليوم بمنتصف الجلسة يعني بأنه البورصة يمكن تخطت كل العمليات التي يشهدها الشارع المصري والصدامات القائمة منذ يوم أمس بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين بالنسبة للجيش بميدان التحرير. بالفعل رأينا مستويات قياسية 6500، لكن يبدو بأن المؤشر لم يستطيع التماسك جدا عند هذا المستوى. كيف تقرأ جلسة اليوم بهذه المستويات الجديدة؟ يعني هو قد يبدو المشهد في البورصة مدهشا مقارنة بما يجري على الأرض، سواء في ميدان التحرير أو في غيرها، مثلا في شمال سيناء. لكن يعني احنا تعلمنا في البورصات أنه دائما المستثمر بيقارن ما بين العائد والخطر، فالخطر امبارح كان متوقع أن يكون أكثر مما جرى، وبالتالي وجدنا أنفسنا أمام أعمال صبيانية مقارنة بالتأمين الذي تم في استاد الدفاع الجوي لمباراة مصر وغانا. فتبين أنه الحكومة قادرة بالفعل على أنها تؤمن مثل هذه المباراة، وفي نفس الوقت إذا كانت تركت هؤلاء الصبية أو من كانوا في ميدان التحرير يفعلون ما يفعلون، فهي أمور كما نقول أو بالتعبير الأمني تحت السيطرة، وبالتالي الأمر لم يكن مزعجا للمستثمرين. وبالتالي فإذا كان ما حدث أقل مما كان متوقعا، وبالتالي هذا لا يفوت في عضد التفاؤل اللي موجود لدى المستثمرين، وهذا ما رأيناه اليوم. طبعا لما وصلنا 6500 وتوجزناها ل 6508 او 506، هي اشبه لما وصلنا ل 6400، برضه حصل نوع من المقاومه عند هذا المستوى وهبطنا ما يقارب اكثر من 150 نقطه. اعتقد برضه انه ما شاهدناه في النصف الثاني من الجلسه او في النصف ساعه الاخير تحديدا كان في عمليات جني ارباح قويه، اعتقد تنبئ بان جلسه الغد هتكون مرجح فيها قدر من التراجع، ربما لا يكون كبيرا، لكن اعتقد الارجح هيكون في تراجع في الغد. لكن اعتقد ان المستثمرين في السوق وخصوصا المصريين يتميزون بالواقعيه، وبالتالي يتصرفون على النحو الذي رايناه. طيب احنا عم نشوف من يوم امس يمكن الدخول للارتفاعات التي يعني بدات فيها المؤشرات المصريه بدخول المؤسسات الاجنبيه والمصريه استاذ عيسى، والسؤال هذا الزخم يعني الذي نراه من قبل المؤسسات كنا نتمناه منذ فتره طويله، اليوم بدا بدخول هذه المؤسسات، الى اي مدى يمكن ان يستمر في ظل ظروف الشارع مع نظره التفاؤل او نبرة التفاؤل التي نراها اليوم بأنه أحداث ذكرى محمد محمود مرت على خير نوعا ما رغم وقوع هذه يعني المواجهات؟ يعني بالنسبة للأجانب أنا ملاحظ طبعا منذ فترة أن هم في اتجاه صافي بيع طول الوقت، في نوع من تخفيف المراكز بيتم داخل السوق المصري، بالرغم من انه ارتفاع التصنيف الائتماني سواء للديون قصيره الاجل بالعمله المحليه والاجنبيه او ارتفاع التصنيف الائتماني لعدد من البنوك المصريه، هذا لم يؤثر بشكل ايجابي بالنسبه للاجانب. يمكن المؤسسات المحليه هي اللي بتتولى هذا الامر، لكن يظل برضه الافراد في النهايه لهم الغلبه في سوق الاسهم كما كان معتادا على مدار السنوات الماضيه. نعم، طيب عملية التعديلات اليوم التي استمعنا إليها يمكن قبل يومين بعملية أو دخول الشركات ربما وتداولها في السوق المالية، بعض الإجراءات ما زلنا نتحدث عن إجراءات كثيرة ما زال السوق بحاجة إليها أستاذ عيسى، سواء تداول الشركات، ما زلنا نتحدث عن الموضوع الحاضر الغائب دائما الدمغة ربما على المعاملات المالية، أين سنصل يعني بهذا الملف برأيك من الإجراءات؟ هل آن الأوان بأنه تدخل البورصة بإجراءات فورية مع هذه الارتفاعات التي يمكن أن تشهدها المؤشرات المصرية؟ يعني أعتقد أن هذا المناخ يمكن أن يساعد على طروحات جديدة، خاصة أن السيولة تتزايد في السوق. لو نظرنا إلى يوم الأحد الماضي كنا حوالي 405 أو 410 مليون جنيه، النهاردة أعتقد أن احنا تجاوزنا 700 مليون جنيه في التداول، يعني بزيادة 70% عن بداية الأسبوع، وهو يعتبر أعلى رقم خلال هذا الأسبوع، خلال الأربع جلسات اللي مضت. امبارح كان 637، أول أمس كان 543، ففي تصاعد في السيولة. وشفنا حتى الأسبوع قبل الماضي كنا وصلنا لأكثر من 900 مليون جنيه في إحدى الجلسات، مما يعني أن هناك سيولة تبحث عن مجالات تستثمر فيها، وبالتالي أعتقد أن ده ممكن يكون وقت مناسب لطروحات جديدة. يمكن أن تسعى البورصة إلى
تنقيط شركات تعوض حتى الشركات اللي هتخرج من المؤشر زي اوراسكوم انشاء والصناعه اللي يعني خلاص بقى اكتر من 99% في ايد الشركه اللي بتشتري، فبالتالي ده هتخرج، ودي في حد ذاتها بتمثل حوالي اكتر من 60 مليار جنيه من راس المال السوقي. واعتقد ان هذا الامر يتطلب من اداره البورصه ان تنشئ اداره مستقله للترويج لعمليه القيد دون ان تظل البورصه يعني منتظره ان يطرق على بابها الشركات، لانه الامر هنا لابد من تسويق فكره القيد في البورصه، خاصه ان احنا شفنا مثلا بورصه النيل لما زودوا مثلا عدد ساعات التداول بعد ما كنا بننفذ 400,000 500,000 اصبحنا ننفذ احيانا بنوصل ل 10 مليون جنيه في اليوم. فاعتقد ان اداره البورصه محتاجه انها تضيف مثل هذه الاداره حتى يكون التعامل مع هذه المساله بشكل مؤسسي. بالنسبه لضريبه الدمغه في قضيه مرفوعه في هذا الامر، واعتقد ان تقرير المفاوضين في اتجاه الغاء هذه الضريبه، واعتقد ممكن خلال هذا الشهر تكون في جلسه لهذا الامر، واعتقد انه قريبا جدا المساله دي هتنتهي وتلغى بحكم قضائي يعني. طيب دائما المستثمر بحاجه الى نصيحه في يعني في ظل هذه هذا الصعود، الاتجاه السعودي ربما للبورصة، كيف يمكن أن تتكون محفظة المستثمر أستاذ عيسى؟ يعني أعطينا نصيحة بالنسبة للمستثمر مع هذه الارتفاعات اللي عم نشهدها على الاي جي اكس 30. يعني المفروض ان المستثمر يبقى عارف اهدافه من الاستثمار نفسها، يريد ان يكسب نسبه كام على استثماراته في السوق، فاذا راها اعتقد انه لا يجب ان يتردد في تحقيقها. والنصيحه في مثل هذه الظروف لابد ان باستمرار يبقى في سيوله تحتاط لاختيار لانتقاء الاسهم عندما يحدث فيها جني ارباح او انخفاض في الاسعار. في نفس الوقت يظل برضه محتفظ بقدر من الاسهم، لانه برضه في ظل تقدم السيوله وانجذاب سيوله للاستثمار في البورصه متوقع استمرار الاتجاه الصعودي برغم عمليات جني الارباح اللي ممكن تنشا باللحظه واخرى. نعم. فسيوله زائد ورق مع تحقيق الاهداف ده اعتقد ممكن يبقى مهم للمستثمر. خليني اسالك اخيرا على الارتفاعات اللي شفناها على بالم هيلز للتعمير، حقق اعلى مستويات ب 13 شهر استاذ عيسى، كيف ترى هذه الارتفاعات؟ هل هي مبرره اليوم على السهم، خصوصا انه الشركه عم تسعى لزياده راس مالها والتحول من الربحيه من الخساره الى الربحيه؟ يعني اعتقد انه احيانا بتجد في السوق في ساعات بتبقى تدخلات في الاسهم بتؤدي الى مثل اللي احنا رايناه اليوم في هذا السهم، واعتقد ان هنا ممكن يكون الغرض هو برضه جذب المستثمرين الى الاكتتاب، يعني يبقى في اكبر قدر من الاكتتاب بحيث يجد المستثمر مبرر انه يدفع 2 جنيه و3 قروش في سهم قدامه في السوق باكثر من 2 جنيه 70. فاعتقد ده ممكن يغري كثيرين بالاكتتاب والانتظار الى ان يتم قيد الاسهم يعني. سيد عيسى فتح العضو المنتدب لشركه القاهره لتداول الاوراق الماليه، كنت معي من القاهره، شكرا جزيلا لك.